اليوم رئيس الجمهوريه هذا اللي حاب يسوقه وهذا حاب يبيعه للتوانسه. خليني من النخبه، حاب يبيعه لخطر النخبه الاصل فيه. ما تقبلش المقايضه بحريتها والديمقراطيه على حساب قوتها، ولكن الشعب من حقه، من حقه يقول لك خبزتي وخبز صغاري وتعليمهم وكذا. اليوم شنو هو بن بالكشف؟ ما عنده حد شيء سيد رئيس الجمهوريه. اليوم يبيع في الوهم للشعب التونسي. رئيس الجمهوريه أساء. إذا كان نحكيه حتى على المرزوقي ومانيش ندافع عليه، وراني في وقت معين أنا سنيت البيجي قائد السمسي على خلاف حزبي، واضح؟ ولكن هذا عبث اللي قاعد يصير خلاف، ووقت حتى قالوا توسي خليفة في علاقة بالجزائر ومغرب وكذا. بس هي سياسة معاك صحيح مع المغرب، سياسة هي سياسة يا أخي. نشوف مع قطر ومع تركيا رئيس جمهورية يحكي عليهم كانوا دول ديمقراطية، معناها يحكي على يحكي اليوم على المؤسسات المانحة أمك صنافة. رئيس جمهورية اليوم يهين وفود أجنبية، هانا نعيشوا فيه اليوم، علاش نحكوا في القديم؟ فبالتالي نحن اليوم نعيشوا مع رئيس جمهورية عزل البلاد دوليا، عزلها خارجيا. كيفاش عزل البلاد اللي تجيب بيانات الاتحاد الأوروبي من أمريكا؟ باش نصلحوا أخطائنا. النقطة هذيا باش خليل برامي، اليوم نشوفوا بيانات من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة الأمريكية، من تركيا، من إيطاليا، من عدة دول، المساندة الجزائرية، اليوم مساندة لرئيس الجمهورية بعد الخارطة اللي قدمها. بعد الخارطة اللي قدمها رئيس الجمهورية، تحدثوا على أساس أنهم هما مع تونس، ولكن مع عودة الحياة الديمقراطية الكل دون استثناء. هذا واحد. اثنين، رئيس الجمهورية سنيني عاد تصلحت الحاجة يا مريم، تصلح الخطأ ولكن بثمن. اليوم بعد ما هو أساء للمؤسسات المانحة وأساء للدول هذه وغيرها، اليوم الثمن هو قانون المالية أو مرسوم المالية، أنه نحن قابلنا أو هنا باش نشوفوا شنو، أنه نحن باش نقبلوا بكل الشروط نتاع اللي قدمتها الجهات المانحة، اللي هي على حساب شكون؟ على حساب الزوالي، على الناس اللي خرجت تزمر بكراهبها وباش تزيد فينياتها في الكراهب، على الناس اللي هلت وفرحت في بالها اليوم باش تلقى القفه رخيصه. فبالتالي قاتل واحد، سامحني في الكلمه، برشا ناس خاصه من النخبه تهز في القفه فقط الرئيس الجمهوريه، ولكن قفه المعيشه فارغه.